الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد رفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وقائد المنطقة الشمالية يؤكد تعظيم قدراتنا العسكرية لردع من يفكر في العبث بأمننا القومي. ٥٣١ عضواً في البرلمان يوافقون نهائياً على التعديلات الدستورية، و22 عضواً يرفضون ويمتنع عضواً واحداً. ووزير المالية يلقي البيان المالي للموازنة الجديدة أمام البرلمان ويؤكد الأكبر في تاريخ مصر، ونستهدف فائض أولي 2% وزيادة معدل النمو ل6%. وزيرة الصحة فحص 3185 شخصا حتى الآن ضمن مبادرة الرئيس لمسح وعلاج غير المصريين من فيروس سي. مساء الخير، بنرحب بحضراتكم معانا يوم جديد ومتابعه جديده لاخر الاخبار مع حضراتكم في الحياه اليوم. مساء الخير يا خالد. مساء الخير يا لبنى. مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من الحياه اليوم، نبداها فورا باخبارنا المحليه. بدايه اخبارنا هتكون من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده القائد الاعلى للقوات المسلحه لاجراءات التفتيش ورفع الكفاءه القتاليه في قاعده محمد نجيب بعد طبعا تطويرها. الرئيس كان بيرافقه الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه، وزير الدفاع والانتاج الحربي، ورئيس اركان حرب القوات المسلحه الفريق محمد حجازي، ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. قاعده محمد نجيب العسكريه تعتبر انجاز جديد بيضاف لانجازات القوات المسلحة كما ونوعا. القاعدة دي تم إنشائها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل لقواتنا المسلحة. القاعدة بتضم عدد كبير من التجهيزات اللي بتأهلها إنها تكون ملتقى لتنفيذ عدد كبير من التدريبات المشتركة، أبرزها التدريب المصري الأمريكي النجم الساطع والتدريب المصري الفرنسي المشترك، بالإضافة كمان لعدد كبير من التدريبات بمشاركة عدد كبير من الدول، ده غير كمان التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة، والتدريب العربي المشترك درع العرب واحد، وكمان التدريب المصري السعودي المشترك فيصل. كمان غير التدريبات المتعلقة بدول الساحل والصحراء اللي كان في 2018، والتدريب المصري اليوناني القبرصي المشترك. الرئيس كان معاه في هذه الجولة مجموعة من طلبة وطالبات الجامعات المصرية وطلبة القوات العسكرية أو الكليات العسكرية وكمان الشرطة. كان في تفقد لاستعداد وجاهزية قاعدة محمد نجيب العسكرية. طبعا كان في أجواء احتفالية وكان في أجواء يعني تبعث كده على الرهبة لأهمية هذا التدريب وعدد كبير طبعا من أفرع القوات المسلحة. كان في 5 طيارات هليكوبتر يعني حملة لأعلام القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية لقواتنا. كمان يعني رجال القوات المسلحة قدموا كانوا بيمثلوا زي براحتكم كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة، قدموا طبعا درع القوات المسلحة للرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان الرئيس خلال جولته في قاعدة محمد نجيب تابع وشاهد فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية عن هذه القاعدة، والفيلم كان بعنوان القوات المسلحة المصرية درع وسيف. اللواء أركان حرب علي عادل العشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية قال إن قاعدة محمد نجيب أصبحت قبلة بتتجه ليها الدول الشقيقة والصديقة لإجراء التدريبات العسكرية، وأكد على إن قواتنا المسلحة
مستعدة للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة. كمان قائد المنطقة الشمالية تكلم عن أنه إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية في قاعدة محمد نجيب أصبحت طبعا بعد تدويرها أصبحت جاهزة بشكل كبير، وقال أن السلام اللي بننشده بيتطلب قوة تحميه وتصونه لردع من يفكر في العبث بأمنه، وقال أنه تعظيم ما لدينا من قدرات قتالية ده بيرهب أي شخص بيفكر في العبث في أمننا ومصالحنا القومية. نتابع جزء من هذه التدريبات وتفقد الرئيس لإجراءات التفتيش وجزء من كلمة قائد المنطقة الشمالية العسكرية، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الحضور الكريم هنا وفي هذه المنطقة التي تقع في أقصى شمال مصر راودنا حلم سرعان ما تحول إلى فكرة بدأت أولى خطوات التخطيط والتنفيذ لها بأوامر واضحة من القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2015، وبعدها مباشرة جرى العمل على قدم وساق لإنشاء أول قاعدة عسكرية مصرية متكاملة، وهي قاعدة محمد نجيب العسكرية التي اكتملت مراحل إنشائها وشرفت بافتتاح السيد رئيس الجمهورية لها في يوليو عام 2017، لتقتحم بها مصر آفاقا جديدة تتطلع معها القوات المسلحة المصرية لتتبوأ مكانا دائما لها بين أكبر وأكفأ الجيوش العالمية. كما أن هذه القاعدة ومنذ افتتاحها أصبحت قبلة تتجه إليها الدول الشقيقة والصديقة لإجراء التدريبات العسكرية المشتركة. احنا موجود معنا على التليفون سيادة اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي. مساء الخير يا سيادة اللواء، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير لحضرتك وكل السادة المشاهدين. اهلا وسهلا بسيادتك. سيادة اللواء، يعني أهمية هذه الزيارة وأهمية قاعدة محمد نجيب، التوقيت كمان في وسط طبعا تحديات بتشهدها المنطقة العربية، أزمات طبعا غربا وجنوبا، إيه الرسالة من وراء هذا التدريب وللداخل وللخارج أيضا؟ تمام يا فندم. اتفضل. النهاردة سيادة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة كان بيحضر ما بنسميه عندنا في القوات المسلحة تفتيش حرب لأحد التشكيلات للقوات المسلحة. نعم. تفتيش حرب يعني كل القوات اللي قاعدة واقفة قدام حضرتك مصطفى دي جاهزة تتحرك فورا للقتال. ده بتبقى نتيجة عام تدريبي كامل اتدرب فيه الجندي واتفرجت اتدربت فيه الدبابة بالطاقم بتاعها والمدافع والطيارات وكله، وعشان تكون جاهزة النهاردة تدخل للقتال فورا. عشان كده بنسميه هو تفتيش حرب بيحضره القائد الاعلى للقوات المسلحه. التشكيل اللي موجود قصاد حضرتك النهارده ما بين 40 ل 50 الف مقاتل. نعم. مئات والاف الدبابات والعربيات اللي موجوده قصاد حضرتك وهي موجوده في قاعده محمد نجيب العسكريه. قاعده محمد نجيب العسكريه بلا فخر ممكن نقول انها اكبر قاعده عسكريه في الشرق الاوسط. اكبر ليه؟ لان في عندك قواعد امريكيه موجوده في كتير من الدول الخليج بالذات والدول في المنطقه. ولكن القواعد العسكريه الامريكيه اللي موجوده هي قواعد اداريه جاهزه لاستقبال قوات، يعني هي عاملينها الامريكان او الانجليز عشان يدفعوا فيها القوات. اما قاعده محمد نجيب فهي قاعده عسكريه موجود فيها هذا الحجم من القوات اللي حضرتك شايفاها النهارده قدامي. الحاجه الثانيه ان هذه القاعده العسكريه مجهزه لاستقبال التدريبات المشتركه زي النجم ستارتر، بتيجي حوالي 10,000 جندي امريكي، بيبقى حوالي 12 دوله بقواتهم، فهذه القاعده مجهزه بوسائل تدريب سواء مباريات حربيه سواء ميادين رمايه وخلافه. نرجع بقى النهارده لحجم الموجود ده وايه الرساله اللي حضرتك قلتي عليه. أيوة. الرساله اللي طالعه النهارده رسالتين. رساله للخارج، بنقول للخارج احنا عندنا قوات عسكريه مستعده للقتال النهارده بهذا الحجم الكبير اللي حضرتك شايفاه، عند قوات بريه، قوات بحريه، قوات جويه، قوات دفاع جوي، جاهز للتحرك فورا للدخول في اعمال القتال. اذا اي حد بيفكر انه يقرب ناحيه حدود مصر او استثمارات مصر، لا احنا قواتنا جاهزه. الرساله للداخل هنا بنطمن قواتنا وشعبنا، بنقول له انت عندك جيش
قوي عظيم جاهز، خاصة الكلمة اللي حضرتك قلتيها في البداية أن المنطقة لأول مرة تشهد مصر في حياتها دون اضطرابات حواليها. صحيح. شوف الوضع في ليبيا وخاصة المكان اللي أجريت فيه هذا التفتيش بتاع الحرب النهاردة وحضره السيادة الرئيس فين؟ بجانب الحدود الغربية بتاعتي. أيوة. فعشان كده المنطقة التي نقول إيه تشتعل حاليا على حدودنا الغربية هي اللي هي ليبيا، ثم نخش على المنطقة الجنوبية في السودان، ربنا يحمي السودان وتمر بهذه الأزمة، ثم عندنا البحر الأحمر، النهاردة عندنا اليمن أصبحت محتلة بالحوثيين ومسيطر عليها بإيران، فأصبحت مسيطرة على باب المندب اللي ممكن يأثر على قناة السويس وهي أحد الاستثمارات الرئيسية بتاعت مصر، فبالتالي أنت قاعدة في منطقة مشتعلة، فعشان كده الرسالة واضحة النهاردة بتقول للعالم كله انت عندك جيش قوي، اوعى حد يفكر انه يهتز او يقرب من مصر. حاجه ثانيه اسمحي لي بس قبل ما اخلص اقول لك ان احنا في نفس التوقيت القوات المسلحه بتجري تدريبات مشتركه في البحر الابيض المتوسط مع مين؟ مع قبرص ومع اليونان، لان انت عندك النهارده استثمارات قويه في البحر الابيض وهي الغاز والبترول، فانت مضطره انك انت برضه تبيني العين الحمراء وتقولي برضه لاي حد يحاول يقرب بس انه يقرب من استثماراتك، لا انت عندك جيش قوي وعندك بحريه وعندك قوات جويه بتحمي استثماراتك في هذه المنطقه. ربنا يحمي بلدنا ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده اللواء دكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، شكرا لحضرتك يا فندم. طيب اليوم لا صوت يعلو على صوت البرلمان، البرلمان يقوم بعمل هام وتاريخي في حياتنا السياسية وفق ما اقتضى دستور 2014 اللي حضراتكم وافقتم عليه. البرلمان اليوم وافق بالأغلبية القانونية المتطلبة على التعديلات الدستورية المقترحة والتي اقترحها عدد من أعضاء مجلس النواب. النهاردة التصويت كان نداء بالاسم، طبعا وفق ما يعني ينص القانون، كان في 531 واحد او عضو موافق، كان في 22 رافض، وكان في عضو واحد ممتنع، وده طبعا يعني امر وارد جدا ان هناك من يرفض وهناك من يقبل. كمان التعديلات على المواد المقترحه عدلت في الجلسه العامه، يعني شوفوا احنا وصلنا لايه، الاقتراح قدم منذ اكثر من شهرين، بعدين دخل اللجنة التشريعية والحوار المجتمعي فتم التعديل عليه، خرج امبارح من اللجنة التشريعية واعتبر البعض أن هذا هو الرأي النهائي، أبدا دخل للجلسة العامة أيضا في المادة المتعلقة بمجلس الدولة تم التعديل عليها اليوم. يعني أنا برضو واقف عند الآلية، عند الجو العام أنه لا جمود، تستطيع الأغلبية في أي مكان أن تتمسك برأيها، ده ما حصلش. تستطيع اللجنة التشريعية أن تقول خلاص قتل بحثا، لا برضو ما حصلش. النهاردة في الجلسة العامة كان في فقرة متعلقة بمجلس الدولة تم حذف منها قرارات مجلس التأديب في الفقرة الثانية المتعلقة بمجلس الدولة، وكده هتبقى هي المادة 190 من التعديلات الدستورية واللي بتنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ده موضوع أعتقد أنه ظاهرة إيجابية، أرجوكم أن تعيشوا الحالة بما لها من إيجابيات وسلبيات. يعني من الإيجابيات هذا النوع من الحوار لم نعتاد عليه صراحة طول عمر حياتنا السياسية، أنه في حزب حاكم، في أغلبية في البرلمان هي اللي بتمشي كلامها، ما حدش بيسمع حد، ما فيش تعديلات، في حالة من الجمود، هو كده وإحنا أغلبية، لم يحدث. هتقول لي طب في ظواهر سلبية، يفض كتير في الشوارع ومش حاجات كده، يعني برضو أنا لسه متحفظ عليها، لكن الحوار نفسه، حالة الحوار دي تطور إيجابي في حياتنا السياسية. إحنا كنا في عصور يعني ما فيهاش اللي بيحصل ده. لما نناقش المادة المتعلقة برئيس الدولة الحالي
ويعترض عليها أعضاء من مجلس النواب، ويعترض عليها شخصيات عامة، تيجي القنوات اللي احنا بنشتغل فيها تجيب صورته وهو بيقول معترض على مد فترة الرئاسة للرئيس الحالي. لا، هنا لازم نقف ونقول انه في تطور في الحياة السياسية المصرية، والاقتراح الذي كان مقترحا لمدة الرئاسة كان يعطي الحق للرئيس الحالي إن أراد أن يترشح حتى 2034، لكن انتقص من هذا الأمر وأصبحت هذه المدد محددة. الأمر الآن أصبح موكلا إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات، مستشار لاشين إبراهيم هيتولى هذا الأمر للدعوة للاستفتاء. وأنا عايز الناس تعرف الفرق بين كلمة انتخاب واستفتاء. يعني أنا ملاحظ في بعض وسائل الإعلام يعني الناس تقول كلمة انتخاب، ما فيش انتخاب في اللي احنا فيه، في استفتاء، انك تقول موافق او غير موافق. سيتم الاعلان عن المواعيد اللي هتبقى للمصريين في الخارج في الاول ثم للمصريين في الداخل. اتوقع ان تكون بداية الاسبوع القادم هي بداية التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة. تبقى امر هام جدا، كل اللي حصل ده ما يجيش 10% من العملية. 90% الرئيسية والحاكمة والفاصلة هي أن يذهب المواطن المصري صاحب الحق ليقرر وحده، يقرر عاوز رئيس الجمهورية يقعد. أيوة، الحالي أنت اللي بتقرر، وأنا بقول لك على الهواء أنت وحدك اللي بتقرر. عايز مجلس الدولة تبقى دي صلاحياته ولا لا، عايز مجلس القضاء يبقى دي صلاحياته ولا لا. كل هذه الأمور يفصل فيها المواطن المصري بعد أن قدمها له بشكل تشريعي ودستوري ومقنن مجلس النواب النائب عن الشعب في هذا الأمر. الحال يوم النهاردة بيستضيف بعد قليل النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية عشان نعرف مع حضراتكم ماذا دار خلال الآونة الماضية، وأيضا ماذا دار في كواليس اللجنة التشريعية وفي الجلسة العامة صباح اليوم. تمام، طيب خلونا نرجع تاني نتابع بقية أخبارنا وفي الحكومة وفي وزير المالية النهاردة. وإحنا لسه بنتكلم على البرلمان، وزير المالية في البرلمان ألقى البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة. دكتور محمد معيط وزير المالية قال إنه حجم الموازنة العامة الجديدة تعتبر هي الأكبر في تاريخ مصر بقيمة 1,978,937,000,000 جنيه. الموازنة الجديدة برضو فيها أكبر ارتفاع في الأجور بزيادة 30 مليار جنيه عن السنة المالية الجارية. حجم الأجور 301,115,000,000. إجمالي شراء السلع 74,922,000,000. طبعا في أرقام ويعني كتيرة مش عايزين برضو نتوه حضراتكم فيها، لكن الشاهد من الكلام ان احنا بنقول ان دي أكبر موازنة في تاريخ مصر من حيث القيمة. الارتفاع طبعا المتعلق بزيادة الأجور والمرتبات بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن احنا كنا عاملين فقرة من حوالي اسبوعين عن هذه الموازنة واهميتها والجديد فيها، وان قصة الحماية المجتمعية او المخصصات المتعلقة بانه المواطن يعيش حياة افضل كان ليها النصيب الاكبر وزيادة عن الموازنات السابقة كلها. بنتكلم كمان على فلوس زادت تم تخصيصها للتعليم وللصحة، ده برضو تطور مهم واختلاف حصل عن السنين اللي فاتت. أرجع لكلام وزير المالية النهاردة أمام البرلمان اللي قال إن من ضمن المؤشرات والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد إنها بتستهدف زيادة معدلات النمو إنها توصل ل6%، يعني بنتكلم في 6,163,000,000,000 جنيه، وإنه بيركزوا على إن يكون النمو ده نمو مستدام. وأهم حاجة يمكن إحنا أفتكر مع حضراتكم بكده كنا بنتكلم يعني 10-12 سنة تقريبا على معدل النمو، احنا حققناه قبل طبعا 2011 على 7%، لكن كانت دايما المشكلة انه معدل نمو محترم لكن ليه المواطن مش حاسس بيه، وكان دايما العبارة المقصورة خلينا اقول ساعتها ان يعني الانابيب مسدودة، يعني معدل النمو ده كان بيصل فقط لطبقة بعينها لكن ما كانش بيوصل لعموم الناس. فكلام وزير المالية النهاردة انه لا، عايزين يكون نمو
مستدام، يكون في استمرارية، وأنه يوصل وينعكس أثار هذا النمو على جميع فئات المجتمع، ويكون في عدالة في التوزيع، عدالة في هذا النمو، أنه يكون موجود في جغرافيا في عموم مصر. برضو كانت مشكلة أن الصعيد دايما محروم من أي نمو أو استثمارات، فده كلام مختلف بنسمعه المرة دي، أن يكون في عدالة في هذا النمو أنه يوصل لكل فئات المجتمع. كمان نقطة مهمة جدا متعلقة بمعدل التضخم، أنه النمو ده هينعكس على التضخم وهيوصل ل 10.5%، كمان خفض معدلات البطالة ل 9%، وانه الموازنة الجديدة بتستهدف لأول مرة يكون في فائض أولي بالموازنة يوصل ل 2%، كمان خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي ل 89%. وحتى الكلام برضو عن الاختلاف في هذه الموازنة بكل أرقامها بكل نسبها، إنها لها علاقة كمان باستراتيجية الدولة 2030، فمتسقة مع هذا الهدف العام. عايز قبل ما أكمل أخبارنا المحلية النهاردة، لفت نظري خبر أعتبره انتصارا للمرأة العربية وأيضا للمرأة السعودية. اليوم أدت الأميرة ريما بنت بندر اليمين أمام خادم الحرمين الشريفين كأول سفيرة للمملكة العربية السعودية في تاريخها الدبلوماسي، وأيضا في عاصمة هي من أهم العواصم عالميا واشنطن، فأصبحت المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين له ممثل امرأة، هي مواليد 75 وخرجت في جورج واشنطن، يعني تعليم راقي، وأبوها كان الأمير بندر رحمة الله عليه اللي أيضا كان سفيرا للمملكة العربية السعودية في واشنطن. اختيار المملكة العربية السعودية للمرأة السعودية كي تصبح سفيرة ده مفهوم جديد وتطور جديد للحياة الاجتماعية السعودية، واختيارها أيضا لها أن تكون سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنها رسالة كبيرة جدا للمجتمع العالمي وللمجتمع السعودي أيضا، فإنجاز لنا اليوم أن نقدم التهنئة، فالتهنئة ستكون إلى المرأة السعودية على هذا الشرف اللي يعني نالته، وأعتقد أن هنرى في المملكة العربية السعودية تطور في هذا المجال كثيرا. يعني النهاردة أيضا من أخبارنا المحلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قالت خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان الوزارة بحضور رئيس مفوضية شؤون اللاجئين، قالت ان احنا عملنا آلية عشان ننفذ مبادرة اطلقها السيد الرئيس لحملة لعلاج غير المصريين. احنا عندنا نموذج ثبت عمليا وعلميا انه ناجح سواء في المسح الطبي او في العلاج فيما يتعلق بفيروس سي، وده طبق على ملايين المصريين حتى الان، اعتقد ان احنا تخطينا 50 مليون حتى هذه اللحظة. وقالت أن الرقم اللي احنا عملناه بقى لغير المصريين لحد النهاردة كان 3185 شخصا، والحقيقة المبادرة لا تشمل فقط الكشف إذا ما كان هذا الشخص الأجنبي عنده الفيروس ولا لا، ده حتى وهو مقيم في مصر إذا كان عنده الفيروس سيعالج على حساب الدولة المصرية وفق ما قال السيد الرئيس. والرئيس بيتحدث عن عدد كبير، أنا وجهة نظر يا جماعة أن هذه المبادرة ستستمر فيما يتعلق بفيروس سي بالذات، سواء للمصريين أو للمقيمين أو يعني حتى لو أجنبي زائر وأراد، أعتقد أن وزارة الصحة ستتوسع في هذا الأمر. عندنا تقرير عن جهود وزارة الصحة في هذا المجال نشوفه ونرجع مع حضراتكم. الفترة اللي فاتت احنا عملنا من بداية التوجيه الرئاسي لان احنا نشمل حملة 100 مليون صحة لغير المصريين، عملنا 3185 غير مصري مقيم، وطلع منهم ايجابي حوالي 186 حالة، وكثير من الحالات بدأت تاخد العلاج. بنقول ان العلاج
في كل العالم غالي جدا وبيصل ل 60 ل 80 ألف دولار الكورس، لكن احنا الحمد لله في المبادرة دي قدرنا بالصناعة المصرية المعترف بها دوليا والمعترف بها منظمة الصحة العالمية ان احنا نوفر للمرضى المصريين وغير المصريين علاج آمن جدا بأسعار يمكن يعني المساهمة فيها. مبادرة سيادة الرئيس للكشف عن سرطان الثدي للسيدات واللي هتبدأ يوم 1/7 برضو إن شاء الله هنعرض على المفوضية إن إحنا برضو هنتيح لكل السيدات المقيمات في مصر من غير المصريين أو من المقيمين في مصر لاجئين أو غير لاجئين، إحنا ما بنحبش نستخدم هذا المصطلح، إن هم يستفيدوا علشان نطمن عليهم ونتيح لهم الخدمة. تباحثنا عن إمكانية دمج اللاجئين وطالبي اللجوء بالخطة الكبيرة تحت إشراف وزارة الصحة، واللي هي التأمين الصحي لكل المواطنين المصريين والمقيمين في مصر. وجوهر الحديث والكلام الذي تكلمنا به هو بالحقيقة أفضل ما ممكن أقول أن كان يعبر عنه، هو القرار الذي اتخذه السيد الرئيس بضم اللاجئين وطالبي اللجوء إلى حملة 100 مليون. حضراتكم معانا مرة تانية، دايما بنكون مهتمين ان احنا نشوف المشاريع والمدن الجديدة، الشغل على الارض، الموقف التنفيذي بالظبط وصلنا لحد فين، وده اللي بنتابعه كمان من جولات، ودي مهمة جدا الجولات الميدانية لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، لان انك تشوف بشكل مباشر وان لو كان في اي تقصير في اي حاجة مشكلة محتاجة للتعامل فتبتدي تحلها بشكل مباشر وسريع. ده اللي قام بيه رئيس الوزراء النهارده، زي ما بقول لحضراتكم راح وعمل جولة تفقدية في مدينة العالمين الجديدة علشان يتابع الموقف التنفيذي بالنسبة للمشروعات اللي شغالة هناك. كان معاه دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. رئيس الوزراء تفقد الأعمال في الواجهة الشاطئية في المدينة، ووزير الإسكان قال له أنه الإجمالي طول هذه المنطقة بنتكلم على 14 كيلو، وهيكون فيها كمان اللي هي الأبراج الشاطئية اللي بتعتبر طبعا يعني مهمة جدا في مسألة الاستثمارات والعائد من وراها. فرئيس الوزراء شدد ان كل شركات المقاولات اللي شغاله في تنفيذ المشاريع دي لازم يسرعوا في معدلات التنفيذ، سواء يزودوا عماله او معدات، لكن المهم الالتزام بالجدول الزمني. واكد رئيس الوزراء انه رئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل كبير بمدن الجيل الرابع، ودي حاططها على اجنده الاولويات، وانه الرئيس بيتابع معدلات التنفيذ بشكل دوري. كمان رئيس الوزراء تفقد المنطقة الترفيهية اللي هتكون يعني متوسطة منطقة الأبراج الشاطئية وبتطل على البحر مباشرة. المنطقة دي هتضم جراج يسع 3000 سيارة، فندق، عدد من المحلات، وأنه الشغل دلوقتي جاري علشان يتم طرح هذه المنطقة على المستثمرين لتشغيلها. كمان كان في تفقد لفرع الأكاديمية، كانت مناسبة طبعا وجود رئيس الوزراء في العالمين، فراح وتفقد كمان فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هناك، وأشاد برضو بجودة التنفيذ بالموقع والمتابعة المستمرة من مسؤولين الأكاديمية والإشراف المستمر على أعمال التنفيذ، وبنتابع الصور والفيديوهات مباشرة قدام حضراتكم. وزي ما احنا متعودين دايما في عدد من الشائعات بيخرج في المجتمع المصري، عشان كده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيواصل نشاطه الهام جدا في هذه المرحلة للكشف عن هذه الإشاعات. وخلال الفترة اللي فاتت في السبع أيام اللي فاتوا رصد 13 شائعة. الشائعات بتقول مصر هتتعرض لأزمة اقتصادية كبيرة، معرفش الناس بتجيب الكلام ده منين. مصر هتفرض ضرائب إضافية على المواطنين في الموازنة العامة.
مصر هتفرض ضريبة على الشركات لتمويل منظومة التأمين الصحي. كل الكلام ده كلام فارغ ملوش أي معنى ولا أي أساس. والجميل أن اللي بيؤكد ده مجلس الوزراء متمثل في المركز الإعلامي مجلس الوزراء. كمان قالوا أنه سعر أنبوبة البوتاجاز هتبقى ب 150 جنيه، ما حصلش ومش هيحصل. وبرضو بأكد لحضراتكم أن هذه التأكيدات تخرج عن مجلس الوزراء. وقالوا كمان أنه هيبقى فيه إلغاء لنظام تكليف الأطباء بالمستشفيات، برضو ما حصلش ومش هيحصل. وما فيش حاجة بتستخبى يا جماعة، يعني لو الدولة عايزة تعمل حاجة أو قرار، القرار مش هيبقى في 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 ظلمات الليل، يعني القرار هيبقى قدام الناس كلها. فلذلك يعني أرجو من حضراتكم متابعة التقارير الدورية التي تصدر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عشان تبقى واخد التأكيد من الحكومة أن لا صحة لهذه الإشاعات، إلا أعتقد أن أصحابها بيبقى لهم يعني وجهة نظر أن هم يبثوها في المجتمع المصري لإحداث أي نوع من أنواع البلبلة عند فئة معينة من الناس، ربات البيوت فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز، الأطباء اللي قاعد 6-7 سنين في كلية الطب وعايز يتعين، لما تيجي تقول له لا بعد كل الدراسة دي مش هتتعين، فيعمل ينزل يقول لك لا أنا معترض. ما بيحصلش، ما حصلش، إشاعة مغرضة بتنقلها واحد واثنين إلى أن يأتي دور المركز الإعلامي مجلس الوزراء لينفي هذه الإشاعات تماما. دورنا بقى أن احنا في الإعلام ننشر هذا الكلام عشان حضرتك تعرفه، وأيضا دورك وانت على مواقع التواصل الاجتماعي ما تكونش عنصر مساعد للترويج لهذه الإشاعات. ودورنا كمان في الإعلام أن احنا نوضح لحضراتكم ونعلمكم دايما بأهم موضوع طبعا بيهم وبيشغل الرأي العام دلوقتي وفي الأيام اللي جاية كمان، اللي هو الاستفتاء على التعديلات الدستورية. علشان كده ضيف خالد هيكون النهاردة بعد الفاصل، طبعا هو ضيف مهم جدا وفقرة في غاية الأهمية، سيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. مهم أن حضرتك تبقى عارف إيه طبيعة الإجراءات اللي تمت من ساعة ما كانت هذه التعديلات مجرد مقترحات وخدت وقت كبير علشان 5 أعضاء مجلس النواب يتقدموا بيها، ايه اللي حصل بعد كده، جلسات الحوار المجتمعي، الصياغه والتعديلات اللي تمت على الصياغه وصولا اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، انه تمت الموافقه بالاغلبيه، اغلبيه اعضاء مجلس النواب، وكان التصويت نداء بالاسم زي ما كنا بنقول لحضراتكم في اخبارنا على هذه التعديلات. وبعد كده طبعا اللي هيتم بالنسبة لعرضها على الاستفتاء والكلمة النهائية للمواطن المصري. فسيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة هيوضح لحضراتكم كل ما ليه علاقة بهذا الملف، الرحلة الطويلة، الإجراءات اللي تمت وفقا للدستور، برضو شرح لهذه المواد، لأنه مهم قوي إن احنا نعرف المادة دي ايه كانت الفلسفه من وراها، ايه الفكره، ايه اهميتها، إيه التعديلات اللي طالتها، ايه الهدف منها. برضو ده ان شاء الله هيكون في فقرتنا الرئيسيه مع زميلي العزيز خالد بعد الفاصل، مع المستشار بهاء الدين ابو شقه رئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه بمجلس النواب. والحياه اليوم مستمره مع حضراتكم دايما ان شاء الله. احكاما للرقابه، جرائم النصب والاحتيال على المواطنين تتصدى لها الأجهزة الأمنية بحسم. فالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت سيدة أنشأت أكاديمية تعليمية وهمية ببورسعيد، واتخذتها وكرا لنشاطها الإجرامي في اصطناع وتزوير الشهادات الدراسية الممهورة بأختام مقلدة منسوبة لجهات وجامعات حكومية. وعثر بمقر الأكاديمية على شهادات تعليمية ممهورة بأختام مقلدة وأوراق بيضاء عليها عدد من الدمغات الحكومية المقلدة وأوراق أخرى ومستندات وشهادات مزورة وطابعتين وماكينة تغليف. طالب، أيام تاريخية بنعيشها في حياتنا الدستورية. من غير مقدمات مع اليوم شخص أعتقد أنه من أهم اللاعبين الرئيسيين في هذا الظرف التاريخي الهام في حياتنا الدستورية والقانونية، ضيفي هو أستاذي وأستاذ القانون أستاذنا الأستاذ بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب. أهلا وسهلا، شكرا على تلبية الدعوة. أهلا دكتور خالد، أهلا وسهلا. في قبل ما أدخل في المضمون، في كذا مهمة على عاتق حضرتك. أولا مهمة وطنية، ثانيا تاريخك القانوني كله
الآن خرج في صورة بعض من المواد، كل خطأ لا يمكن أن يصدر عن قامة كبيرة زي بهاء أبو شقة. القضاء يرى في اللجنة التشريعية أيضا حصنا لاستقلاله، الانضباط اللغوي والانضباط القانوني والأشياء كثيرة جدا، أيضا الالتزام الحزبي. كنت بتفكر إزاي سيادتك وأنت تدير هذا الأمر الهام؟ هو سعادتك أثرت مسألة، ومسألة جوهرية جدا، أنني كنت أمام خيارين صعبين. الخيار الأول وهو الالتزام الحزبي، والخيار الثاني وهو الالتزام البرلماني. ولذلك كان يتعين الفصل التام ما بين الأمرين، التزام الحزبي حتى يوم الخميس الماضي لم يكن، وإحنا أمام حزب ديمقراطي، حزب مؤسسي، حزب تحكمه لائحة، كان لابد أن نرجع إلى قواعد الحزب اللي هي الأمانات، رؤساء اللجان العامة في المحافظات، كل لجنة عملت كشف بيتضمن أسماء الجمعية العمومية، وقحت عليه وختمته وأرسلته، وكان قدامه موافق ورافض، والجميع، وأتحدى أي رئيس لجنة أو أي وفدي يقول إن أنا كلمته أو طلبت منه طلب معين، كل، لأن أنا حزب ديمقراطي يؤمن بالرأي والرأي الآخر. ثم أتت الكشوف، السكرتير العام والسكرتيرية المساعدة، قلت لهم افحصوها وعملوا محضر، والنتيجة النهائية، فكانت نتيجة الفرز 93.5% موافقة. في ذلك اليوم كنت داعي الهيئة العليا، وهي بمثابة برلمان الحزب والمكتب التنفيذي، وعرض الأمر، وأتت النتيجة بالموافقة على ما انتهت إليه تلك، وأعلنتها في مؤتمر. ده بقى التزام الحزب. عظيم. فيما يتعلق بالبرلمان، البرلمان له ضوابط كرئيس لجنة الدستورية والتشريعية. التزمت التزام كامل بالمادة 226 من الدستور، والمواد من 113 ل 143 من اللائحة الداخلية المجلس اللي صدر بها قانون رقم 1 سنة 2016. على فكرة الدستور المصري الدستور الوحيد في العالم اللي يقول اللائحة يصدر بها قانون، فرنسا بيعتبر في حكم القانون. فالتزمنا بكافة المواعيد الإجرائية إلى أن أحيلت، يعني النص بيقول أن يا رئيس الجمهورية خمس أعضاء المجلس إذا رأى تعديل بالنسبة لمادة أو أكثر، وبتتعرض على البرلمان خلال 30 يوم، بيعرضها بعد أن يستوفي إجراءات الموافقة البرلمانية على مبدأ التعديل، بيحيلها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية. نحن أمام دستور جامد، نص المادة الفقرة الثانية أو اللقطة الثانية من المادة 226 بتبحثها اللجنة الدستورية والتشريعية خلال مدة لا تقل عن 60 يوم. في هذه الفترة طلبنا كل من له رأي مكتوب يقدمه خلال 30 يوم. عملنا لجان حوار مجتمعي 6 جلسات، كنا في جلسات من 11 الصبح لتسعة وعشرة بالليل، جميع شرائح المجتمع، والتزمنا بالديمقراطية ومنتهى الديمقراطية، كل أتى وقال رأيه، الرأي الرافض الرافض، والرأي الموافق وافق، والرأي المتحفظ على مواد قال هذه بتحفظاته. ويعني سمعنا القضاء، سمعنا النقابات المهنية، سمعنا اتحاد المرأة والأمومة والطفولة، وكل وأساتذة القانون وعمداء الكليات والقانون الدستوري كل، وده العلة عشان هنقول لحضراتكم ليه هذا الإجراء، وكيف أننا التزمنا بالديمقراطية كاملة. ثم بعد ذلك كلفت لجنة سباعية في اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة الأستاذ نائب أحمد الشريف،
أحمد حلمي الشريف، قلت له لكي تفرغ كل هذا الكلام، المادة كذا، اللي قال كذا مكتوبا كذا، واللي قال في الحوار المجتمعي، كل ده بالصوت الصورة مسجل. وهذا التلخيص عقدنا جلسة يوم الثلاثاء والأربعاء الماضي للجنة الدستورية والتشريعية، وكل عضو في الهيئة في اللجنة الدستورية والتشريعية الرأي، بل من أراد أن يحضر من النواب حضر وقال اللي عاوز يقوله، وفرقنا عليهم هذا التفريق. ثم كانت الصياغة، وسعادتك يعني بتجمع صفتين، إعلامي ناجح ورجل أستاذ قانون يعني مشهود له بالكفاءة والعلم والتبحر في هذا الشأن، كان لابد أن نكون أمام صياغة تتفق مع الدستور، مع المعايير الدستورية، مع اللائحة الداخلية للمجلس، طيب، ومع الآراء اللي اتقالت. يعني كان وضع كان تحت بصرنا الآراء. صحيح. في حتة بس هنرجع لها، انه كل قانوني بيسمعنا دلوقتي في مصر، كل قاضي، كل محامي، كل حتى طالب في كلية الحقوق يعلم تماما من هو رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وبالتالي كنت ايضا محملا بمبدأ استقلال القضاء، بمبدأ المحافظة على هيبة القضاء ووضعه في المجتمع المصري في هذه التعديلات المقترحة. ما أصعب المهمة يعني؟ طبعا أولا أنا ابتديت حياتي وأفخر بذلك كرجل قضاء، نيابة ثم قضاء ثم رئيس محكمة، ثم بعد ذلك عملت في الحقل القانوني أيضا كمحامي في هذا الشأن، وأعلم ما يعانيه القاضي وما يعانيه وكيل النيابة، وأنه بغير قضاء مستقل لا نكون أمام دولة بمفهوم الدولة. يعني الدولة القانونية هي الدولة التي يكون القضاء فيها مستقلا في هذا الشأن. فمن هذا المنطلق كان لابد أن نكون أمام ضمانات، ولذلك في حوار مجتمعي كان جلسة مخصصة من الجلسات الستة للرجال القضاء، وسمعنا كل ما طالبوا به، وأتحدى أن يكون النصوص المعدلة وعلى وجه الخصوص المادة 185 لم تتضمن كل ما طالبوا به. لحد أمس كنا في حوار، وكانت المطالبة جميع رئيس المجلس والجميع وأنا في أنه لابد، وقلت تقطع يدي ولا أكتب حرف ينال من استقلال القضاء في هذا الشأن. وبالفعل كنا أمام التعديلات بتضمن استقلال القضاء. استقلال القضاء بيمثل في أمرين، لابد أن نفرق بين الاستقلال، السلطة القضائية كسلطة لها ضماناتها، وبين القضاء كمرفق، مرفق اللي هو بيتعلق بالأعمال الإدارية وإدارة شؤون التنظيم العمل وخلافه. الاستقلال القضاء يمثل في أولا عدم قابلية القضاء العازل، والقضاء بيتضمن النيابة، لأن النيابة بيعتبر رفق النص الخاص بالنيابة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، غير قابلين للعزل. اثنين، أن القاضي عندما يفصل في قضية معينة لا سلطان لأحد عليه بأيا كان هذا السلطان إلا ضميره والقانون في هذا الشأن، وتاريخ القضاء المصري يشهد بذلك. يعني في إحدى القضايا مدة عبد الناصر قال في خطاب علني أن القضية كذا كذا وتناول بالإدانة، والقضاء قضى بالبراءة، وافتخر عبد الناصر، قال أنا بفخر بأن رغم أنني قلت كذا أعتقد كذا سمني، إلا أن القضاء مصر قضى بالبراءة وأنا بأحييه على هذا القضاء. هو كان الأدعى أنه ما يتدخلش في عمل القضاء حتى وإن كان رئيسا للجمهورية. ما فيش حاجة مرور لسعادتك، وده مبدأ الفصل بين السلطات. طيب. وبقى في الدستور. أستاذ بهاء، إحنا في أبريل 2019، ويسمعك الآن المجتمع المصري كله، وأنت لك شأن كبير لدى القانونيين، أنت كنت تتناول تعديلات تخص رئيس الدولة الحالي الموجود في السلطة. هل وجدت أي حرج أدبي؟ هل وجدت أي مانع
في انتقاص المدة التي جاء بها الاقتراح الأول لوجود أو لإتاحة الفرصة لوجود الرئيس الحالي الموجود في السلطة الآن، وبالفعل انتهيت إلى انتقاص هذه المدة؟ طب أنا أقول على حاجة، أنا أقسم يمينا يحاسبني عليه الله، أنا مش عاوز إلى البشر ولا أي حد، أن رئيس الجمهورية ولم يتدخل لا بالنسبة لي ولا بالنسبة لأي نائب ولا بالنسبة لرئيس المجلس إطلاقا. ولو كان هناك تدخل، وده يدل على أن إحنا لما سمعنا الآراء والحوار المجتمعي كان نص المادة 140 بالصورة التي انتهينا إليها اليوم. أنتم انتقصتم من المقترح، يعني مدة الرئاسة عبارة عن رئيس الجمهورية 6 سنوات، ولا يجوز انتخابه إلا لمرتين متتاليتين، ثم كان النص المقترح أن نص انتقالي أن الرئيس الحالي يستطيع أو يجوز له أن يترشح لمدتين تاليتين. ففي سبيل الموائمة، ودي فكرة صعبة جدا أن توائم بين مصالح عليا للدولة وبين مطالب وآراء أمامك، فكانت هذه الموائمة من ضمير المجلس ولا شيء غير هذا الضمير، المصلحة الوطنية وما سرد أمامنا، فكنا أمام الرئيس منتخب مرتين متتاليتين وست سنوات، وقلنا أن الرئيس في الفترة الحالية جاء انتخابه 2018 يكمل 6 سنوات. طيب. وده يكملها وفقا للأثر المباشر للدستور، لأن له مركز قانوني بيمتد، ثم كانت له جواز أن يترشح لمرة أخرى تالية. عظيم. عشان الناس اللي بتابعنا، المادة كانت في النص القائم في الدستور ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. المادة الآن التي المادة كمان اللي كانت في المشروع المقدم كان بتاعت المشروع المقدم كان عبارة عن 6 سنوات ولي مرة كمان مرتين كمان، ويجوز له بعد ذلك أن يترشح لمرتين، التعديل مرة واحدة. هقول بقى التعديل، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وفي مادة 241 مقرر مضافة، تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية. النص المقترح من اللي قدم من الخمس الأعضاء من 155 عضوا كان مرتين. أنا بس عندي تفسيرة صغيرة، ما الفرق بين مدة رئاسية ومرة حتى في اللغة؟ يعني لا، ما هي بتؤدي ذات المعنى. ليه؟ لأن إحنا بنقول مدة الرئاسة، فمدة الرئاسة 6 سنوات، ونقول فترة الرئاسة 6 سنوات، فبتؤدي لذات المعنى. لا، إذا كنا قد مشينا في سياق لفظ مدة، لماذا لم يستخدم في المادة التالية؟ ما اللي هي فين الصورة؟ يعني المادة 240 بتقول لمدة 6 سنوات ميلادية، والمادة 241 تنتهي مدة، مستمرين في لفظ مدة، لكن جينا هنا وقلنا ويجوز إعادة انتخابه لمرة، عشان ما تبقاش متكررة. لأن المدة أو المرة واحدة، لما نقول لمرة واحدة، إنما إذا قلنا إذا وقفنا عند أكتر بكده يبقى مفتوحة. لا يعني أقصد ما لو كنا قلنا يعني مدة مستخدمين نفس اللفظ كانت لا المرة هي. يعني مرة عشان العدد هنا العدد، إن أنا بنتخبه مرة أو مرتين أو ثلاثة، تمام. هنا قصرناها على أنه يجوز انتخابه لمرة واحدة فقط. عظيم. نطبق اللي قبل كده النص اللي كان مرتين
كان مرتين. تمام. نطبق الوضع اللي انا شايف الجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي على الرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم اذا ما وافق الشعب على هذه التعديلات الدستوريه سيصبح بقوه الدستور رئيسا للجمهوريه حتى عام 24 بدون انتخابات. ثم بعد ذلك يسال اذا ما كان ينتوي الترشح ام لا. اذا انتوى الترشح لمره واحده اللي هي 6 سنوات. هي 6 سنوات فقط، ولا يسمح له بالترشح بعد ذلك. لا، هو اذا اتقطعت المده ممكن، لان هنا النص متتاليتين. وده يعني هنا المحظور مدتين متتاليتين. طب حصل مدتين متتاليتين ثم حصل فاصل. لا، دي مفهومه طبعا. حتى كانت في النص القديم، لكن احنا دلوقتي الرئيس الحالي طال منصبه هذه التعديلات المقترحه، حالما اذا وافق الشعب سيصبح رئيسا للجمهوريه بقوه الدستور حتى عام 2024. وبعد ذلك اذا ما راى الترشح لرئاسه الجمهوريه لا يعطيه الدستور الحق الا لمره واحده. جوازيه له ان يترشح لمره واحده. وفكره المد من 4 سنوات لـ6 دي لان له مركز قانوني، ووفقا لما هو مقرر دستوريا الاثر الفوري والمباشر للاعمال الدستوري بتمتد من 4 لـ6. تمام. وينطبق عليه بقى الحال، لكن هو له حظ واضح وصريح انه له مده واحده فقط في بعد 2024 وهي 6 سنوات. فتره مده يعني لسه تكتب هنا سميت مره وقبل كده سميت هي مده. هي المده تتعلق بالسنين، والفتره تتعلق بالعدد. يعني خدت بالك هو النص بيقول مره، ما هي المره يعني 6 سنين. يعني 6 سنين. طيب يعني انا كنت اتمنى انها تبقى طالما مشينا مده المشيها مده. المده تتعلق بحساب السنين، انما الفتره كلها يعني فتره. هو لفظ فتره لم ياتي في اي فتره. فتره يعني فتره مفهومها انها 6 سنين. طيب دي ماده انا بصراحه والراي العام كله بيسمعنا دلوقتي كنت بقول هو صحيح البرلمان وفي اغلبيه موجوده في البرلمان والراي العام وهل هيقدر يخوض في مدة رئيس الدولة الحالي بهذا الشكل؟ ولما خرجتم علينا خرجتم بانتقاص الاقتراح اللي كان موجود. طيب الذي كان قدم الاقتراح بقى يعني ما تمسكش برأيه في انه لا لازم تبقى مدتين مش مدة واحدة. ما نقول لحضرتك ده يدل لك على اننا بنسير بخطى راسخة وثابتة وبسرعة نحو ما نصبوا إليه وهو الديمقراطية بمفهومها. الرأي والرأي الآخر. فهذا الرأي ما انتهينا إليه، والبرلمان وأعضاء البرلمان كان لديهم يقين بمدى الجهد ومدى البحث في النظم المقارنة وفي الدستور المصري والسوابق البرلمانية. فعندما كنا أمام النص الجديد بالصورة التي تمت الموافقة عليها اليوم وافق عليها، وده لا. رسالة صحيح. لا سيذكر لمجلس النواب أنه وقف أعضاؤه الرافضين لوجود رئيس الدولة الحالي، يعني ده أمر تاريخي في مجتمعاتنا العربية حتى أو الإفريقية، أنه يقف العضو الرافض لمد فترة الرئاسة للرئيس الحالي ويقول أرفض يعني. وصراحة وده تؤكد أن هذا البرلمان وأننا أمام ديمقراطية حقيقة، الرأي والرأي الآخر. والبعض قاعد يروج يقول لك ما حدش هيقدر يقول مش عارف إيه، واللي هيقول كذا هيكون ما قاله كذا. الناس كلها قالت وخرجت وإحنا عندما نصل إلى هذه النتيجة بتؤكد رسالة للداخل والخارج، رسالة وقلناها وأنا قلتها أن من قال نعم من منطلق فكري وطني، ومن قال هو رأيه وهو أيضا وطني طبعا، وتلحظ أنه لا تخوين لأحد. صحيح. يعني حتى الرافضين بيقول رأيه وبيحترم رأي من قال لا. صحيح. نعم، واللي قال نعم بيقدر وبيحترم من قال لا، لأن ده ليه قناعة وليه قناعة. إنما ما دمنا أمام ديمقراطية فما ينتهي إليه الأغلبية
بيلتزم به الجميع. صحيح، عشان نعطي لكل ذي حق حقه، لا الدستور ولا القانون ألزمكم بموضوع الحوار المجتمعي، فأنتم وكلاء أصليين عن الشعب، لكن فرضتم على أنفسكم فرضا أنا بعتبره أدبيا وطنيا، لكنه ما هوش فرض دستوري أو قانوني. يعني كل التحية للبرلمان في هذا الأمر، لكن يهمنا نعرف كيف أتت الفكرة. احنا ألزمنا أنفسنا والتزمنا بما لا يلزم، لم يلزمنا به أحد إلا الضمير، وإلا وأن نحقق ما تصبو إليه المصريين، والطريق الذي نسير عليه، لأننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة. ديمقراطية الرأي والرأي الآخر. فكان لابد، وأنا أتحدى أي تعديل دستوري قبل ذلك، أنه نهج هذا النهج. إن إحنا عملنا حوار مجتمعي، وفي ما حضر أناس، هقول على حضرتك حاجة، دكتور محمد غنيم أستاذ فاضل، صحيح، وبنقدره ونجله، لم يتمكن من الحضور لظروف عام، وبعث أرسل اعتذار وقال أن الرأي مكتوب، تلون هذا الرأي، صحيح، في أحد الصحف، وفعلا فده يدل على إيه؟ يدل أننا ليس لدينا شيء بنخاف منه عشان نخفيه، وحتى من دعي للحوار شخصيات ليست شخصيات، يعني كل الشخصيات، وحتى قالوا أن البعض مش عارف إيه عاوزين يعملوا وقفة احتجاجية، قلنا اللي وقف قال وقفة احتجاجية، ما احنا بعتين له، ما تيجي تقول رأيك في زي ما تقول، بدل ما تقوله بره تعال أقوله عندنا، الباب مفتوح. وأقول على حاجة، أنا أصدرت تعليمات بالنسبة للجنة الدستورية والتشريعية، كافة الآراء المكتوبة وكافة الشرائط المسجل عليها الحوار المجتمعي، قلت أي مواطن يريد أن يطلع على شيء كله مفتوح قدام الناس، ده عظيم جدا دي، حتى للتاريخ، أي مواطن يريد أن يطلع كل حاجة. ولذلك كان الإصرار على أن تكون جميع الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، ويمكن اليوم كان التلفزيون بيسجل وفي تسجيل مباشر، يعني كل ذلك بيؤكد أن الصياغة التي انتهينا إليها والتي وافق عليها البرلمان اليوم هي صياغة من واقع قناعة النواب وقناعة اللجنة الدستورية والتشريعية، وهذه القناعة مستمدة من الحوار المجتمعي، لأني أنا أقول بصراحة في قناعات اقتنعنا بيها من واقع الحوار، ودي هي ميزة الديمقراطية، إنك ما تتشبث برأي وتصر عليه قد يقودك للهوية، لا، سمعنا الكل وتأثرنا، يعني دخلتم بقناعات وتغيرت أثناء الحوار، أقسم بالله كل الآراء التي قيلت مكتوبة أو مسموعة كانت تحت لجنة الصياغة، تحت بصر لجنة الصياغة وراعتها. وأنا بقول بصراحة، لأن أنا زي ما بقول ليس في تاريخي شيء بخاف منه عشان أخفيه أو بخفي حاجة عشان أخاف منها، لا، وبقول بصراحة أن الآراء التي سمعناها أو قرأناها كان لها أثرها في ما انتهينا إليه من تعديلات في بعض المواد في هذا الشأن. يعني رأي القضاء لما يأتوا ونسمعهم، كل اللي اتقال نفذناه، فده برضو قناعة. إنما لو إن قاعد بتشتغل في المكتب، ولذلك أؤمن بأن العمل السياسي والعمل التنفيذي لا يمكن أن يأتي في أبواب مغلقة أو في غرف مكيفة وقاعد، لا، لابد أن ينزل ويتحاور ويناقش الطرف الآخر، ومن خلال هذه هيطلع لنتيجة كويسة، وستغلق أبواب الفتنة والشائعات. أنا أتحدى أن يأتي أحد ويقول إن إحنا في مادة هناك تداخل من أحد فيها، هناك مصلحة شخصية لأي شخص، أو مصلحة ذاتية أو شخصية أو هدف محدد سوى المصلحة العامة، مصلحة الوطن، ورعينا في المقابل أيضا الآراء ودمجنا الاثنين مع بعض،
لنكون أمام هذا المنتج الذي سيسجله التاريخ. أقسم بالله أنا بنام ساعتين في اليوم عشان نصل، لأن لا يمكن بعد هذا التاريخ هنيجي نقول نص ثم يعاب عليه بعدم الدستورية أو في الصياغة أو خلافه، تبقى عيب كبير. ربنا يديك الصحة. هستمر مع حضرتك في هذا النقاش، هندخل في المواد مادة مادة. أنا كنت بحاول أخد انطباعات عامة عشان يعرف المشاهد في أي ظروف كتبت هذه التعديلات ونوقشت، ومفيش حد أقدر من المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشعيب مجلس النواب على الإجابة عن حيثيات وظروف كتابة هذه التعديلات، والتاريخ شاهد علينا جميعا، والشخصيات التي تخرج في الإعلام لها مصداقيتها وتاريخها الذي لا يمكن أن تغامر به لحساب أو لآخر. مستمر مع حضراتكم في هذا الحوار، لأنا شخصيا بتشرف به مع أستاذي الأستاذ بهاء أبو شقة المحامي الكبير والقانوني الكبير ورئيس اللجنة الدستورية والتشعيب مجلس النواب، بعد فاصل قصير. خليكم معنا. بنعود لحضراتكم مرة أخرى، بستكمل حواري مع الأستاذ بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. أستاذ بهاء، سنمر سريعا على المواد المقترحة. المادة 150 مقرر بتقول لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته أو يعفيهم من وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 145 173. لم يكن في دستورنا في 2014 منصب نائب الرئيس، الحكمة هو هذا المادة مادة مضافة ومادة مضافة بتركن أو الأساس أو السند الدستوري والتشريعي لها أن رئيس الجمهورية بيعين موظفين. ومن هذا المنطلق فإن يعني حتى الإجراءات الخاصة بالتعيين، فرئيس يعين نائب أو أكثر، هو اللي بيحدد الاختصاصات، لأنه هو اللي هو بيعتبر أو بيأخذ حكم موظف بيعينه. اثنين، يفوضهم في بعض اختصاصاته وأن يوفيهم وأن يقبل الاستقالة، ولذلك هنا بيؤدي اليمين أمام الرئيس. الرئيس صحيح، لأنه هو اللي عينه وحدد له اختصاصاته. وبالتالي وفقا للوضع الحالي لو أردت أن أعين وزيرا لابد أن أستأذن البرلمان، لكن أعين نائب ما فيش مشكلة. تعيين وزير لا في هذه الحالة، لأن هنا في مسألة سياسية بنأخذ بنظام برلماني يغلب عليه النظام البرلماني، يعني نظام برلماني ورئاسي معا، إنما بيغلب النظام البرلماني، ولذلك المادة 146 و147 من الدستور تحدثت عن ذلك، بتأخذ رأي البرلمان في التعيين قبل، يعني لابد من موافقة البرلمان قبل التعيين في هذا الشأن. إنما هذا النص بناء على النص الدستوري إنه هو اللي بيعين الموظفين. عظيم. هاجي بقى للمواد 185 189 190 193، وجميعها متعلق بالسلطة القضائية. تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم 7 من نوابهم إلى آخر المادة. لكن في شيء استحدث، يقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية. هنا المسمى بقى مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، رؤساء الجهات والهيئات القضائية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، ويكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون، وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. هنا بقى، ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. النص الذي كان مقترحا إما الرئيس وإما وزير العدل،
انتوا يعني انا اقول لحضرتك غيرتكم على القضاء الظاهر. انا اقول لحضرتك هو اساسا رئيس كانت مجلس الاعلى القضائيه ده موجود من قبل قرار 82 لسنه 69 ثم بعد ذلك كان هناك تعديل سنه 2008 عندما يرأس هنا رئيس الجمهورية له صفتين. الصفة الأولى كرئيس للدولة. صحيح. والصفة الثانية كرئيس للسلطة التنفيذية. فهو عندما يرأس بصفته رئيسا للدولة. هو حكم بين السلطات وليس في ذلك اصطدام بمبدأ الفصل بين السلطات. إنما عندما نوقشت المسألة بالنسبة لوزير العدل. وزير العدل يتبع السلطة التنفيذية ومن هنا كان المناقشات ويمكن زي ما قلت لحضرتك أن الحوار المجتمعي وسمعنا فيه رجال القضاء فكان الاعتراض على هذه الفكرة. طب تتحل إزاي؟ ولذلك حتى النص قبل كده يرأسه رئيس الجمهورية الأعضاء المجلس 155 المقترحين أو نائب رئيس الجمهورية أو وزير العدل يعني عندما صحيح. بالترتيب. فعندما كنا أمام مواجهة هذا النص فرأينا يا رئيس الجمهورية يا قاضي أو من يفوضه وفي فرق بين الجهات والهيئات. صحيح. الجهة القضائية اللي هي القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية. الهيئات اللي هي هيئة قضاء الدولة والنيابة الإدارية. فيمكن كان هناك أيضا رأي بيتجه إلى أن نكون أمام الجهات. إنما عشان تب المسألة مفتوح صحيح كذا. ولذلك أيضا حتى الاختيار كان يختار من خمسة النص المقترح. فلقينا إن المسألة طب سبعة تختار خمسة إزاي واللي ما اخترتهمش وضعهم ايه فخليناها من بين. لا ما فيش شك انه يعني هذه الاضافه يعني لانه ما فيش نص يشترط ان يكون وزير العدل قاضي وبالتالي قد ياتي يوما اذا ما تمسكنا بالطرح القديم ان يترأس القضاه من ليس قاضيا يعني يعني محامي او اي رجل من اي اداره قانونية او اي حاجه فيعني اي رجل قانون هيبه القضاء يعني تخلينا فعلا هي اضافه صحيحه. يعني ده بقى فندم اللي حتى في الجلسه العامه تناولها التعديل ما يتعلق بمجلس الدولة. تمام. المادة 190 مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ماذا طال اختصاصات مجلس الدولة في آخر اللحظات أمام الجلسة العامة؟ يعني أن كنا أمام قرارات مجالس التأديب وثير كلام زي ما قلت لحضراتك إحنا كنا أمام جميع الآراء في أن طب ما جاء قرارات مجالس التأديب التي تصدر بالنسبة للقضاء هل هيطعن عليه أمام مجلس الدولة؟ البعض قال تخوف فحتى نكون أمام سد الذرائع وقفل الأبواب لأن حتى النصوص الدستورية لا تسمح بذلك. يعني لأن بالنسبة للنصوص الدستورية أن رجال القضاء بالنسبة حتى القضاء العسكري الجهات بتاعتهم هي تتولى التأديب وهي المختصة بذلك. إنما فحذفنا وقرارات مجالس التأديب حذفناها. فهذا الحذف كان على أساس حتى لا نكون أمام أي محاولة في أو تشكيك في هذا الشأن. وبر أيضا النص أضفنا ما يحال إليه لأن هنا النص. طب أنا هقف عند حاجتين. أولا عند الآلية أن خرج التقرير نهائيا من اللجنة التشريعية ومع ذلك لم تجدوا أي حرج أدبي في أنه في آخر لحظة في آخر يوم في آخر ساعات عندما يطرح على الجلسة العامة أن تعدلوا. ما هو هنا اصلا احنا امال هي العله في ان نناقش مره اخرى امام المجلس باكمله والعله في ان نكون امام موافقه
بثلثين أعضاء المجلس مش الحاضرين. ما لو كانت المسألة صياغة من اللجنة الدستورية كنا نقف عند هذا الحد. وده يؤكد أن النص عندما يصل إلى الاستفتاء ويجري على الاستفتاء بيكون مر بمراحل متعددة من المناقشات والمداولات والمحاورات والاستماع إلى كافة الآراء في هذا الشأن. ولذلك هو النص هنا يعني من الصياغة اللي عرضت سقط سهوا في أن مجلس الدولة ومراجعة مشروع وتولى الإفتاء في المسألة القانونية وتحديد القانون مشروعات القانون التي تحال إليه. صحيح. عشان برضو الأمانة في العرض، هل انتقصنا من صلاحيات مجلس الدولة أم أضفنا إليها في التعديلات المقترحة؟ لا، مجلس الدولة منذ أن نشأ في سنة 46 يعني كان قلعة للحريات، ولا أحد ينسى دور مجلس الدولة في التأصيل وفي أن يكون أمام مبادئ رسخت لضمانات حقيقية للحرية. فليس في النص أي انتقاص في مجلس الدولة. ولذلك يعني فكرة أن يؤخذ رأي مجلس الدولة في مشروعات القوانين، فإحنا يعني المجلس رأى أن ما قد يحال إليه، لأن أصلا حتى في خصوصية رأيه ليس ملزما للمجلس، يعني الرأي رأي يأخذ به أو ما يأخذش ليس ملزم. دي نقطة مهمة جدا فندم، لأن الناس الصياغة تؤدي إلى معنى واحد ووحيد، وهو استقلال البرلمان في قراره في النهاية. يعني إذا أوجبني القانون أن أخذ رأي المجلس، أستطيع بكل أدب واحترام لهذا الرأي أن أتجنبه. يعني ده كان في قبل كده. وبالتالي عندما أستدعي رأيه أنا ففيها وجاهة. هو أخذ رأيه ايضا لاني يعني مجلس الدوله لديه حرفيه في الصياغه. لا احنا ما اختلفناش في دي. انا بتكلم دلوقتي اذا كان وجوبيا، يعني ليس هناك غضاضه او ضرر في ان انا اخذ رايه. فعندما اخذ رايي، وبرضه ايضا دي مساله جوازيه للمجلس، هي دي النقطه. اذا النتيجه واحده يعني. لان هي بتضمن حتى يعني عند اذا طعن او كان هناك طعن بعدم الدستوريه برضه امام جهه يعني اخذ رايها في هذا الشان. عشان بس نكون صح، انا عارف ان ادبيا حضرتك يعني بتتحسس في الحديث عن مجلس الدوله وكلنا يعني، لكن هو واقع الامر سواء ما قبل او ما سياتي، راي مجلس الدوله سواء كان الزاميا او اختياريا هو في النهايه الاخذ به او عدم الاخذ به امر متروك للمجلس. متروك للمجلس. وده يعني الماده 190 من الدستور 2014 والمادة 190 بعد هذا التعديل في أن ما يطرحه أو يرسل ما يراه المجلس من أخذ رأيه في مشروعات قوانين، ففي كلتا الحالتين الرأي استشاري. صحيح. فيعني عشان بس تبقى الأمور واضحة دون أي حركة، هاجي بقى للمادة 193 فقرة الثالثة. ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين 2 ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. كل ذلك يدل على أن الأمر وملاد الأمر بالنسبة للرجال القضاء. هل انتقصنا من الأمر شيئا أم يعني إطلاقا هو يعني عندما يأتي التعيين بيجي حد من برة ولا من داخل وهم اللي بيختاروه؟ أنا لازم أعرض الأمر بأمانتهم. النص القديم كان يقول: وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة بين أقدم 3 نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون. السؤال: هل انتقصنا أم أضفنا؟ ليس انتقاصا، بل بالعكس يعني وسعنا القاعدة من 3 من 5 من 3 ل 5. لأن في عملا يعني مثلا في بالنسبة لمجلس القضاء، رئيس المجلس والنائب الأول والثاني فعل المعاش السنة دي. فعل الاختيار لمن كان ولمن أصبح؟ فعل الاختيار، ما هو الاختيار أساسا بيوكل فيه إلى المحكمة نفسها والجمعية العمومية بالنسبة ليه، ورئيس الجمهورية بيختار ممن هم يختاروه
يعني يعني واصل دي في دول اخرى زي فرنسا وخلافه رئيس الجمهوريه بيعين كمان الرئيس. لا انا دي فهمها. انا بتكلم بس على ما كان وما اصبحنا. لا لا ليس هناك انتقاص باي صوره من الصور. كانت المحكمه هي وحدها التي تختار اسما واحدا واحد في الحوار المجتمعي. ارسلنا المحكمه الدستوريه و فاروق بيه سلطان الذي كان. لا لا انا لا اتحدث عن الاراء اكيد. كل واحد له وجهه نظر. اتحدث عن الامر الواقع. الامر الواقع انه كانت المحكمه تختار. الان المحكمه ترشح للاختيار. ما هو بترشح. طب ما هو فكره الترشح هنا للاختيار فكره يعني ليس فيها انتقاص من المحكمه لان انا ما بجيبش حد من بره. وانا يعني لان هقول على حاجه قد يكون مثلا يعني القضية المطلقة الواقع العام اللي بيثبت ده ممكن يكون شخص لديه ظروف مثلا مرضية ظروف حاجات زي كده. فهنا فكرة الاختيار ليس يعني فيها أي نوع من أنواع ما دام الأصل إنك بتختاره بتختاره من أقدم الأعضاء. يعني ما جبت يعني ما افتقدتش مثلا جبت آخر واحد وعينته. أقول على حاجة المادة 42 من قانون السلطة القضائية بتنص كان على ان رئيس الجمهوريه بيختار رئيس مجلس القضاء الاعلى من بين النواب. يعني ممكن يكون نائب لسه يعني عمره يعني 43 45 سنه الان. فلما تيجي تحصرها بعباره عن خمسه بتختار من بين خمسه او بين سبعه. ففي هذه الحاله يعني انت كنت امام توسع وحصرته في اقدم سبعه بتختار منهم. بس طيب يعني هي وجهة نظر. يعني انا يعني عشان بس تبقى برضو ده وجهة نظر وقد لا تكون وجهة نظر الشخصية. ده انا بتكلم على وجهة النظر التي انتهت اليها لغة الصياغة. يعني انا عندما اتحدث لا اتحدث بلساني وبمنطقي وبرأيي الشخصي وانما اتحدث عن نصوص. هذه النصوص أنا فقط ما أريده هو وصف الحالة. وصف الحالة. كيف كانت وعند الموافقة ماذا وجهة نظري أنها كان هناك اختيارا مباشرا من أعضاء المحكمة لرئيسهم ولم يحدد الدستور أي معيار. الآن هناك ترشيحا من أعضاء المحكمة كي يتولى الرئيس التسمية. فأعتقد أنك خطوة في النص. يعني طيب النقاط الثانية ودي برضو يعني عايز أتحدث مع سيادتك عليها. الدستور أحيانا يقول لك تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلا ملائما. الوصف ده هل يخرج من التحديد؟ يعني نظرية الملائمة هي نظرية نسبية. يعني ألم يكن هناك مفردات أكثر؟ يعني في كوتة المرأة مثلا قلت 25 وده إنصاف تاريخي. يعني بصراحة كانت مؤقتة وبكل المعاني لا يمكن للمرأة المصرية إلا أن تفخر بهذا النص فخرا كبيرا. يعني لكن كلمة تمثيل الملائم يعني ما المعيار؟ أنا أقول ساعتها في حاجة دايما في فن التشريع والصياغة ما تحطش نفسك في دائرة مغلقة. فخلي يعني كلمة ملائم تقدر تقول مثلا خمسة ملائم وعشرة ملائم وعشرين ملائم. يعني مسألة بتتركها للظرف الذي تتعامل معه. يعني مش عارف بس يعني كلمة أعتقد أن الدستور كان الأحرى أن هو يعمل تحديد. لا هو شوفوا أول ساعتها هو أصل ده عبارة عن فكرة تمكين. يعني في فرق لأن الأصل أن تكون أمام قاعدة المساواة. صحيح. ولا تميز أحد. صحيح. إنما عندما في تكون ظروف أمام مجتمعية طبقات خاصة. صحيح. أو فئات معينة بتساندها يعني زي 50% عمال وفلاحات وفلاحين لما أحس المشرع أن خلاص ويستطيعوا أن يقفوا بمفردهم ويجابهوا ويدخلوا مفهومة دي تماما. بهاء بيكان إحساسك إيه وأنت توافق على 25% من مقاعد البرلمان المصري للمرأة المصرية؟ أقول لسعادتك حاجة. أولا يمكن المرأة لم تبدأ تمارس العمل الانتخاب إلا في الدستور 71. المرأة المصرية منذ ثورة 19
التي شاركت في المظاهرات فيها شهيدات فيهم من أصيب في ثورة 19. المرأة المصرية هي نصف المجتمع، ولذلك إذا كنا أمام إنصاف فلابد أن وعبارة عن بالنسبة للعدد وأن نكون أمام نتيجة عدد تتناسب مع العدد يبقى 50%. فطب هي في اتفاقية بكم بتقول 30%. فلذلك عندما نقول ليس تمييزا، هو البعض بيقول تمييز إيجابي، وإنما أنا في تقديري وتقويمي والتسمية الصحيحة أنه تمكين لمرحلة معينة. فذلك ليس تمييز، وإنما عشان لأن نكون أمام فترة، وفترة تستطيع فيها أن تخوض الانتخابات وتستطيع أن تحقق نتيجة مرجوة، يبقى في هذه الحالة لابد أن نكون أمام تمكين. هذا التمكين هو المتطلب في هذه المرحلة. عظيم. هدخل على المواد 248 249 250 و251 252 الخاصة بمجلس الشيوخ. المادة بتبتدي كده فندم، بتقول يختص مجلس الشيوخ، تمام؟ أليس كان من الأحرى أن نقول ينشأ مجلس، أو يعني نتحدث الأول عن ماهية وجود مجلس الشيوخ ثم نتحدث عن اختصاصاته؟ ما هو في حاجة اسمها حتى دلالة النص، عندما أقول لأن هتلاقي في باب بتاع ده زي مجلس النواب بتاع مجلس الشيوخ، مجلس النواب ما قولش ينشأ. أنا هنا بقول لما باجي يختص، فبقى هيختص بإيه؟ فالاختصاص مفاده اسمها دلالة الحال أو دلالة الاقتضاء. فدلالة الاقتضاء أنه ما دام يختص في مجلس بعمل مجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ، فمجلس الشيوخ ده كان لابد أن يكون معرفا قبل أن يختص. ما هو لما ما هي هنا، هو هنا لما بيحدد اختصاصه فمش بيحدد اختصاص شيء معدوم، إنما شيء موجود. يعني لا يمكن، هو لم يكن موجود. أنا هدي اختصاص مثلا لموظف مثلا بتاع ده، او ده اختصاص مثلا. لا انا مثلا كنت اتخيل، وحضرتك صحح لي، ان ينشا مجلس الشيوخ باختصاصات كذا كذا وطريقه الانتخاب هي كذا كذا، لكن يختص مجلس الشيوخ. لما هو ما عمليه الانتخاب والحاجات زي كده دي بيصدر بيها قانون خاص بالانتخابات. تمام. انا اقصد في الصياغه المتعلقه بالماده. طيب، وجود مجلس الشيوخ غرفه برلمانيه اخرى او غرفه نيابيه اخرى لو جاز التعبير، ورايه في اختصاصات اللي احنا شفناها يؤخذ الرأي، يعني هو العبارة بدأت حط تحتها بقى 80 بند. يعني الدولة بتتكلف فلوس كتيرة في موضوع الانتخابات، وبقى في تربيطات حزبية وتربيطات عصبية وقبلية وعائلية داخل القرى، كان في آراء انه يبقى مجلس استشاري، مجلس يعين بقرار من رئيس الجمهورية او شيء من هذا القبيل. والانتخابات مرهقة وليها حساسيات كتيرة جدا. لماذا انتهيتم إلى رأي وجود هذا المجلس وبالانتخاب لعدد من أعضاء والعدد الآخر يعينه رئيس الدولة؟ ما أنا أقول ساعتها، هو نحن يعني بنعتبره أني مجلس تشريعي، يعني مش يعني عندما يؤخذ رأيه. لا أنا فندم، ما أنا أقول ساعتها حاجة. يعني أنا دلوقتي أمام غرفة أخرى، لأن نظام الأخذ بغرفتين كمجلس نيابي، والغرفة الأخرى في هذا الشأن اللي هي الغرفة ما يسمى بمجلس الشيوخ في هذا الشأن. إحنا الفكرة إن أنت في حاجة اسمها في المنطق ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأنت بتبقى مجلس، و هذا المجلس في فترات قادمة وبتستطيع انك انت تحتوي فيه، انت عندك كذا حزب. ستك بتكلمني سياسيا، انا بتكلم تشريعيا، هذا مجلس يؤخذ رأيه. هو عندما بداية مجلس الشورى اصلا عندما اخذ به في سنة 80 كان فكرته فكرة استشاري، انما عندما كنا امام تقدم وبالنسبة لي فكنا. وبعدين أقول على حاجة، لأنه كان هناك تخوف من أن يؤثر، لأن لما تيجي تقول سعادتك رأيه
تشريعي، يعني يتعين أن يوافق على المشروعات التي انتهى إليها أو القوانين المشروعات القوانين وافق عليها مجلس النواب. الرأي تخوف، فهذا الرأي كنا أمام يعني تقويم تقدير لهذا الرأي في تلك المرحلة، قال لك ده هيعطل القوانين أو ممكن تيجي قانون وبعد وطريقة معالجة هذه المسألة فيها 20 وتعديل سنة 2008 بتعمل لجنة مشتركة من يعني لإجراءات أخرى بتقتضي أن تكون أمام مجلس آخر له سلطات تشريعية يستطيع أن هو يعترض على أو يوافق أو لا يوافق على أي قانون آخر. فدي عبارة عن خطوة، وأعتقد أنها خطوة جادة هتقود في النهاية إلى مزيد من النقاشات المثمرة إلى أن نكون أمام الاختصاصات تشريعية حقيقية للغرفة الثانية من اللي هي مجلس الشيوخ في هذا الشأن. في 2 فبراير 2019 تقدم عدد من النواب بطلب للسيد رئيس المجلس، اليوم 16 ابريل 2019 قدمتم خلاصة هذا الجهد الكبير. ده في النهاية التعديلات اللي هتصل إلى المواطن المصري. أكيد في كلمة حضرتك عايز تقولها بعد أن انتهيتم من هذا العمل التاريخي للناس اللي تسمعنا دلوقتي. أنا أقدر أقول للجميع أننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة، السيادة فيها للدستور والقانون. ما حدث اليوم هو تأكيد وترسيخ لهذا الفكر، وأن أن مصر جادة في هذا الطريق وجادة في أن تصل إلى هذا الهدف، في أن نكون أمام ديمقراطية حقيقية فيها الرأي وفيها الرأي الآخر. زي ما قلت لحضرتك أن الحوار المجتمعي غير في كثير من المفاهيم التي كانت لدينا، وأخذنا بهذا الرأي، وده هذا إن قاد إلى دلالة فإنما يقود، والمناقشات التي شاهدها الجميع وسائل الإعلام كانت تسجل، لم نخف شيء عن أحد، كنا نتعامل في شفافية وفي وضوح. ده بتؤكد أننا نسير على الطريق، أن ثورة 25 يناير 30 يونيو كانت الهدف الأساسي منها هو الديمقراطية المفقودة. فإحنا بنسير حد يكون، وأقول لحضرتك حاجة، لو لم نكن مصر جادة ولو لم تكن القيادة السياسية جادة في هذا الشأن، في أننا نسير نحو ديمقراطية ونبغي أن نحقق ديمقراطية ودولة تسود فيها الدستور والقانون، ما كناش أصدرنا في هذا المجلس قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيه من الضمانات الغير مسبوقة وتفوق ضمانات في أكثر الدول معانا في الديمقراطية. جبنا المفوضية الهندية وجنوب أفريقيا والضمانات كلها، وأتحدى أن نكون أمام انتخابات أو أمام استفتاء الصوت اللي هيقوله المواطن في الصندوق هو اللي هتعلن في هذا الشأن قبل 25 يناير. والجميع شهد ما حدث في انتخابات 2010. احنا يمكن في حزب الوفد يوم 8/8/2010 عملنا مؤتمر جماهيري دعينا فيه القوى السياسية كلها، وأنا قلت كلمة موجودة في المواقع وقتها، بنطالب بضمانات، وكان يمكن 1% من الضمانات الموجودة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وقلت أنني أوجه رسالة للنظام الحاكم في ذلك الوقت أن تلك هي الفرصة الأخيرة للنظام ليثبت حسن نيته قبل الشعب، وأن هذه الفرصة إذا ضاعت ستكون النهاية. ده كان كلامي واضح في هذا الشأن، ولكن لم يعبأ بذلك، وكانت انتخابات 2010 ويمكن ما حدث فيها من تزوير كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في هذا الشأن. فما يحدث الآن
ووجود قانون هيئة وطنية للانتخابات ضمانات حقيقية، كل ذلك يؤكد أن إرادة المصريين، القيادة السياسية، الجميع على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد في أن نحقق ما نصبو إليه جميعا، دولة ديمقراطية عصرية حديثة بيسود فيها الاستقرار الأمني، الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار السياسي. ويمكن الجميع يشهد في الداخل والخارج أننا في المجال الاقتصادي أمام خطوات لإصلاح اقتصادي حقيقي في هذا الشأن. وأنا كرجل، أنا بقول كفكر سياسي واقتصادي، وأنا أعي ما أقول وأعرف أن هذا الكلام، وأدرك أن ما أقوله من قول محمول على أساس سياسي وأساس اقتصادي، مصر خلال 5 سنوات إن شاء الله ستكون أحد النمور الاقتصادية، ويعني لو لي العمر سيتذكر الجميع هذا التوقع في هذا الشأن. إحنا كنا يوم 30 يونيو لم نكن أمام دولة ولا شبه دولة وحدث فوضى، وكنا أمام صورة في كان يراد بمصر أن تصل أو تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة وأغنى مننا بكتير، إنما سقطت، إنما إرادة المصريين يوم 33 يونيو 33 مليون مصر في توقعات جوبل على قلب وإرادة رجل واحد، ودي عظمة مصر وعظمة المصريين، إنه عندما تتعرض الدولة المصرية للخطر بينسوا كل شيء. مصر، وأنا بتكلم من واقع تاريخي لمصر، عندما إرادة المصريين زائد زعامة حقيقية بتصنع المستحيل، وده حدث في مصر في 1805. المصريين وقتها كانوا يقدروا يجيبوا أي حد ويرصوا، إنما جابوا محمد علي لأنهم توسموا أنهم معاه. وبالفعل كنا أمام تأسيس لدولة، وقتها ما كنتش في دولة ولا دواوين والحاجات دي كلها، وزارة ومماليك، كان نفس المشهد الذي كان قائما سنة في 30 يونيو، المماليك كانت بتعيش في الأرض السادة. فيعني نحن نسير، وهذه التعديلات الدستورية هي تعديلات البرلمان لما يوافق عليها اليوم بنسبة بحوالي 531 نائب في هذا الشأن، وعدد النواب بتاع 595 لأن البعض متغيب لظروف معينة، ومن قال لا قال لا بملء فاه وأمام الجميع لم يخشى شيء، في حرية كاملة وفي ضمانة في أن يصل صوته دون أي تداخل على إرادته. كل ذلك يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن مصر لديها هدف يتكاتف الجميع للوصول إليه، وهو أن نكون أمام دولة ديمقراطية عصرية حديثة. ولذلك إرادة المصريين هي التي تقبلت الإصلاح الاقتصادي، ودي عظمة المصري لما يحس أنه أمام قيادة وطنية، وأنها تعمل مجردة عن أي هدف، بيتحمل وبيتكاتف وبيصر لأنها إلى أن يصل صحيح. إلى هدفه، وهو ما سنصل إليه بإذن الله تعالى. وشكرا لحضرتك. أنا دايما ببقى سعيد لما بلتقي بحضرتك، ودايما بنتعلم منك، وكتير من من يعملوا بالقانون سواء في الهيئات الجهات القضائية أو في المحاماة أو في طلبة كلية الحقوق يعلموا قدر وقيمة بهاء أبو شقة، لأنه أحيانا بعض الأسماء لا تحتاج إلى يعني وظائف لا قبلها ولا بعدها، والمعيار الأول لتفضيل البشر هو معيار العلم، وأنت صاحب علم نحن ننهل منه دائما. أنا شخصيا بشكر حياتك، شكرا جزيلا على تشريفك لي. أشكر حضرتك كرجل له مواهب كإعلامي ناجح وكقانوني لامع، بنعتز بآرائه وفكره وفقه، وربنا يوفقك. ربنا يخليك، شكرا جزيلا فندم. شكرا. شهادة على التاريخ من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري في أبريل 2019. خليكم فاكرين الكلام وفاكرين التواريخ. مصر
تعدل دستورها. هذا الدستور وهذه التعديلات تنال من مدة الرئاسة لرئيس الجمهورية الحالي، قدمت إليهم بعض من المواد المقترحة تزيد من مدة وجود الرئيس، انتقصوا من هذه المدة وعرضت على البرلمان ووافق عليها منتقصة من الاقتراح الذي كان قد قدم. نوقشت كل الآراء، قال نعم بعض من الحضور وأغلبية تطلبها القانون، وقال لا بعض آخر، وكل هذه الآراء موجودة لدى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب. تاريخ يعيشه المصريون في هذه اللحظات. يتبقى الكلمة الفاصلة للشعب المصري الذي وحده هو صاحب القرار في هذه البلد. في بداية الأسبوع القادم وفقا لتوقعاتنا سيكون الاستفتاء للمصريين في الخارج وأيضا المصريين في الداخل. دي كانت حلقتنا النهاردة من الحال اليوم، غدا بمشيئة الله حلقة جديدة، خليكم معنا. We'll be right back.